يعني كابتن سمير، كابتن ربيع قال تشكيل من وجهة نظره الشناوي واحمد فتحي رامي ربيع نجيب علي معلول عاشور وغالي وحمودي وصالح جمعه واجاييه وازار. شايف تختلف مع كابتن ربيع في كام عنصر في دول؟ العناصر اللي قالها كابتن ربيع طبعا. كابتن ربيع معلش، البديل لنجيب عشان برضو البديل كابتن سمير يبقى ما احنا قلنا في اتنين، يا فتحي يا هاني. كابتن حسام النهارده في المؤتمر الصحفي لما اتسأل عن بديل لنجيب قال ممكن محمد هاني واكرم توفيق يا جماعه واحمد فتحي ومحمد هاني. هو بص فتحي بدل موجود هيحطه وباسم في فورمه كويسه تمام يبقى زي الفل. طيب يبقى احنا قلنا لو نجيب مش موجود هيحط احمد فتحي احمد فتحي ويروح باسم ناحيه بكره الزمن. اتفضل يا كابتن سامي. هو طبعا زي ما قلت من شويه وكابتن ربيع واتكلمنا في حته التشكيل والاضافات والكلام ده، هي حاجه محيره بيني وبينك. يعني انت بتتكلم في مجموعه كانت واخده راحه، اتعمل لها برنامج مكثف من النواحي البدنيه وقدرت ان هي تخش مع الفرقه بسرعه. وهم اساسا جاهزين، يعني هو 10 ايام بس دي انت لما بتحصل لك دروب ال 10 ايام برضو وبتعمل احمال، يعني بتعمل قوه وسرعه ويعني الشغل البدني المعروف دوت، وبتيجي بتخش على فورمه الماتشات مره واحده بعد 10 ايام او اسبوعين بتبقى يعني بالنسبه لنا بتبقى يعني مجازفه اوكي او صعبه شويه اوكي. فانا شايف ان الكابتن حسام هيعتمد على 70% و80% من الهيكل الاساسي لتيم نادي الاهلي. قول لي تشكيل. يعني انا شايف ان ممكن يلعب اكرامي وعلي معلول ناحيه الشمال. لا ده تشكيل من وجهه نظرك ولا تشكيل الكابتن حسام؟ وجهه نظر انا. اوكي. الكابتن حسام ممكن يغير نص دول انا يعني في يوم وليله. ماشي يبقى اكرامي ومعلول ناحيه الشمال، رامي ربيعه فتحي او هاني زي ما احنا متفقين، او كابتن ربيع او نجيب تمام، باسم علي بالظبط كده تمام. اتنين ديفندرات لو حسام غالي ما اشتكاش من الخلفيه او الاجهاد اللي عنده هيبقى السوليه وحسام عاشور، هيبقى مؤمن سليمان. طيب لو مؤمن حسام غالي هيلعب، بس انا بس متكروتني في الكلام اللي لو غالي هيلعب مفيش حد مصاب. حسام غالي وحسام عاشور. طب حلو. حسام من افضل اللعيبه اللي موجوده في البطوله ماشي طبعا، وعامل مجهود كبير جدا. طيب. وحسام عاشور لا غنى عنه في وسط الملعب تمام، مع احترامنا طبعا للسوليه لعيب جيد وكل حاجه، انما بنميل للافضليه في الوقت تمام. الحالي تمام. الثلاث هافات المهاجمين هيبقى مؤمن ناحيه الشمال وعبد الله في القلب واجاي. مش اجاي مؤمن، مش اجاي مؤمن وعبد الله واجاي مؤمن. اوف انت مغير، ده مغير كلام الكابتن ربيع خالص. انا هقول عبد الله يعني حاجات بسيطه، واحد زياده مؤمن. راس حربه صريح هو وليد ازار. انا قلت كده ليه؟ لان هما كابتن حسام قعد صالح ازاي كابتن سمير بعد الفورمه العاليه؟ ما هو صالح بنقول كل الاحتمالات ان حسام عنده اجهاد. قول لي ليه؟ يعني لا مش انت بتتكلم دلوقتي ان صالح سليم وما فيهوش اي حاجه. لا انا لو صالح عنده برد ومش هيقدر يلعب، صالح سليم او تعافى خلاص ممكن برضو نبدا بالثلاثه. هقول لك ليه. قول لي ليه. مستر نيبوشا طبعا المدير الفني عنده زياده عدديه في نص الملعب وناس مقاتلين، لو شفنا كام لقطه كده اول ما النادي الاهلي بيستلم الكره في نص الملعب بيضغطوا ضغط رهيب. ضغط عايز اقول لك متعودين عليه وبيفسدوا اي هجمه. عنده خمسه في وسط الملعب. لو لعبت بصالح وعبد الله نص الملعب كده هيتفتح شويه بظروف المباراه دي بالذات. انما انا عندي مؤمن اتعود على الطريقه بتاعت الكابتن حسام، بيعمل ارتداد سريع نص الملعب، بيعمل زياده عدديه. عبد الله بيعمل نفس الشيء. اجاييه مميز فيها ان هو بيجيد الدفاع والهجوم. فدي هتتناسب مع طريقه لعبه فريق الفيصل. كابتن حسام ممكن يكون ليه هدف لكده، لو لعبوا الدفاع متاخر ممكن يلعب صالح في اثناء المباراه وهي شغاله السيناريو، لما اثناء المباراه وكده ممكن يلعب صالح مكان مؤمن. ودي دي النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها انا وكابتن ربيع، ان هو ممكن يلعب بصالح وعبد الله يزود النواحي الهجوميه. احنا شفنا ماتش حسين داي الشوط الثاني قبل ما نجيب الجون لعبنا باربعه واحد خمسه. الخمسه كانوا بيلعبوا ازاي ما تعرفش، دي ميزه النادي الاهلي لما بيعوز يكسب ويعوز يجيب جون ممكن يهاجم بخمسه سته. بس انا عايزين نلغي من دماغ الساده المشاهدين دلوقتي في الفتره الحاليه ان صالح لعيب ما يعني الحاله الدفاعيه عنده قليله، صالح عامل حاله دفاعيه ولا اروع من كده في مباراه اللعب. لا احنا بنتكلم في الهجمه اللي فاتت خمس دقايق مع الولد واعطاله صالح الزي. بيجيد مركزين يا كابتن ربيع، بيلعب انت اكتر واحد عارفه، بيلعب ديفندر تاني جنب حسام عاشور او حسام غالي او السوليه بيجيدها، او بيلعب هاف على الاطراف كهاف رايت او هاف
هاف جوكر بيلعب في كل مساحه فاتعود دلوقتي وبقى دي ميزه زياده عنده بيعمل نواحي هجوميه والحلول الفرديه كويس جدا صح. دلوقتي مع كابتن حسين البدر انا بقول لك صالح جوه بيعرف يدافع ودي ميزه بيدافع ودي ميزه مفيش هزار وليد سليمان اول ما جه النادي الاهلي ما كانش بيعرف يعملها ابتدى يعملها بشكل كويس جدا بتشوف وليد ومؤمن كمان بيجي بيدافع داخل ال 18 النادي الاهلي فكل ده على حسب الطريقه اللي بي 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 المدرب بيفرضها للاعبين صحيح بيقدر يعودك على النواحي الهجوميه كويس جدا والزياده وتقدر تضغط هناك وليك حلول فرديه بالاضافه كمان الارتداد السريع لنص الملعب ان انت تقفل وتقدر تقطع الكره من الخصم صحيح تمام طيب يعني احنا من فين قلنا الفيصلي يعني مع احترامي الكبير طبعا ليهم يعني فين قلنا الفيصلي كان يعني كان ملتزم جدا مع النادي الاهلي في المباراه الاولى والنادي الاهلي راح بانفرادات وراح بفرص وكميه فرص ضايعه يعني مش طبيعيه في نفس الوقت اللي الفيصلي راح على الاهلي بكره غلط حط جون في الاهلي وكمان فرصه عشان بس نبقى يعني الفرص بالظبط الكره اللي طلعها الشناوي من منطقه الست يارد ليه قيمنا الفيصلي ان هو فريق لا انا قلت هو فريق قوي لازم تحترمه وحسام اتكلم قال لك ده كان بكل لا احنا بنتكلم يعني كابتن حسام لازم يقول كده كمدير فني لازم يقول كده ايوه ليه بقى كابتن ربيع لانه عنده ايجابيات مش وحشه ما انت بتفصل دلوقتي انت كل مشكلتك حاليا التلت الامامي ازاي اروح اجيب هدف في التلت الامامي احنا بنروح بس ازاي اجيب هدف ما طبعا أوكي. عنده اكيد هو لو ما كانش كويس هيبقى كويس لان هيعمل لك كثافه دفاعيه كبيره جدا طول الوقت في وسط الملعب والثلث الاخير بالعشر ب 11 لعيب فمن هنا انا بختار خلي بالك اللعيب اللي يقدر يحل لي الكثافه الدفاعيه الكتيره الالغاز دي اللي موجوده دي لازم يبقى عنده حلول فرديه عشان انت كده اخترت حمودي واخترت اجايل اللي بيعرفوا يعدوا واحد غير الفرديه جاهزيه يعني انت خلي بالك النادي الاهلي ليه بيسجل الهدف اكتر فريق في الدوري بيروح وبيسجل لانه بيحافظ على الكوره ما بيضيعش منه.